أنا اسمي الدكتور مأمون مبيض، استشاري الطب النفسي، مدير إدارة العلاج والتأهيل في مركز دعم الصحة السلوكية، ورئيس المجلس الإداري في الجمعية السورية للصحة النفسية السمح. هذا في الحقيقة مؤتمرنا الخامس، حيث كان المؤتمر الأول سنة 2012، هذا المؤتمر الخامس حول الجوانب النفسية للشعب السوري من المعاناة إلى إعادة البناء. إذا نظرنا إلى البرنامج العلمي على مدار يومين، فيه العديد من المحاضرات وورشات العمل التدريبية، بحيث بيننا في هذا المؤتمر كالمؤتمرات السابقة عدد من الخبراء والطاقات النفسية، معظمها سوري ولكن معنا بعض الزملاء من بلاد عربية أخرى، خبراء بمجال الجانب النفسي، وخبراء أيضا في جانب معاناة النفسية في وقت الحروب والكوارث. محاضرات كثيرة تتعلق بتأثير الحرب، بالأعراض أو التشخيصات التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان، المعايير الأخلاقية في العلاج، وأمر هام جدا وهو تدريب الأخصائيين النفسيين والأطباء النفسيين على بعض المهارات العلاجية، مثل العلاج بتحريك العين EMDR، العلاج المعرفي السلوكي. ويبدو من الفيدباك الذي سمعته من حضر وتكلمت معه أنه انطباع طيب عن المضمون العلمي لهذه المحاضرات وورشات العمل. سمح هي ضرورة ملحة الآن وفي مستقبل سوريا، فكونوا معنا. www.syriasamh.com